تمنى اسمته من بردا مر بي مر بي مر بي واعدا وعدا مثل من نسمته من بردا من بردا تحمد العمر تبدده تحمد العمر تبدده آه آه ما أطيبه ما أطيبه بدنا مرابي 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 واعدا وعدا مثل من نسمته من بردا من بردا تحمد العمر تبدده تحمد العمر تبدده صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد إن شاء الله يحمل بكل تفاصيله كل الطاقة الإيجابية والخير. يوميا بنطلع عليكم عبر شاشة الإخبارية السورية على الهواء مباشرة من أرض الشام شام الدنيا مع مجموعة من المواضيع المتنوعة وضيوف من اختصاصات مختلفة. لكن قبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية دائما بنوجه تحيتنا لرجال عهدوا الله والوطن بصون الأرض والعرض أبطال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب. وقبل ما نبتدي رحلتنا الصباحيه كالعاده بدي صبح على زميلتي سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، وبدي اقول لك مبروك اكيد على زواج لك وعلى زميل مازن، وان شاء الله يا رب هيك دائما تكونوا بخير. وسعيده انك رجعتي مره ثانيه نورتي الشاشه وبصباحنا غير. عبال ما نفرح فيكي قريبا. شكرا لك. يسعد صباحكم مشاهدينا ولكل مين عم بيتابعنا عبر هواء الاخباريه السوريه. نهار جديد بحياتنا ان شاء الله بيكون عنوانه التوفيق، وهذا يصير الامور لكل مين بمكان عمله. حلقتنا مثل كل يوم تحمل عناوين متعددة بمحاولة مننا أن نسلط الضوء على أبرز الفعاليات يلي عم بتصير بالمحافظات السورية. لكن قبل ما نبدأ تحيتنا الأولى والأخيرة للرجال الجيش العربي السوري، صباحكم عز ونصر. وأكيد فاصل صغير وبنبدأ. مثل العادة سلمى بنبتدي رحلتنا الصباحية بجولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية لليوم مع دراسة جديدة أكد فيها العلماء أن الموز يحمي الأوعية الدموية من مرض تصلب الشرايين الذي يعتبر المسبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة. نور، بتقول الدراسة أنه تناول الموز المحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بيساعد بمنع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين. سلمى، وأجرى العلماء تجارب على الفئران المخبرية لمعرفة مدى خطورة نقص البوتاسيوم على الشرايين، واتضح أن انخفاض مستوى البوتاسيوم له تأثير كبير في تطور تصلب الشرايين، فإذا كان مستواها منخفض فإن المرض يتطور بسرعة كبيرة، وإذا كان المستوى مرتفع فإنه يتطور بشكل أبطأ.
يعني نور، مثل العادة دائما بيكون عندنا معلومات عن الغذاء الطبيعي. الدراسات دائما بتحاول تبرهن قديش يمكن فعلا العودة للطبيعة هو حماية لأجسادنا. فعلا سلمى، العودة للطبيعة يمكن فيها فائدة كتير كبيرة، خصوصا نحن بنلاحظ كيف كانوا سابقا عايشين أهل الريف واليوم أهل المدينة، في اختلاف كتير كبير بطبيعة الجسد. أكيد. حنروح لخبرنا التالي. يمكن بالشكل الطبيعي متعودين نشوف أشخاص معينين عم يأدوا يمين الدستورية، ولكن أنه قطة هي اللي تأدي اليمين الدستوري، هذا خبرنا. أدت دونات وهي قطة إنقاذ اليمين الدستورية رسميا كأحدث عضو بإدارة شرطة بولاية ميشيغان، وطلب من القطة أنه ترفع مخلبة الأيمن بعد أن أدت اليمين الدستورية رسميا وبعد إجراء مقابلة ناجحة. سلمى، وأعطت جمعية الرفق بالحيوان القطة إلى إدارة الشرطة، وستعمل الآن في وحدة القطط التابعة للشرطة، ومن المقرر استخدام القطة للمساعدة في رفع مستوى الوعي بشأن تبني الحيوانات الأليفة وأنقاذها والتفاعل مع الناس في المجتمع. بعد هيك ما في بعد هذا القسم ما في حكي. هلا نحن بنعرف انه في بعض الحيوانات تستخدم يعني بشكل طبيعي لوجود حس عندها عالي، مثل يمكن الكلاب اللي تستخدم، الكلاب البوليسيه، وحتى بعض الولايات بيستخدموا الاوز باعتباره عنده حاسه قويه ممكن بس يساعد. بس القسم هذا اهم شيء، ضرب من ضروب الجنون بتعتبري. حنروح لخبرنا الاخير لليوم مع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رجل يطلب إيد زميلته للزواج معبراً عن حبه إلى بواسطة خرطوم بطول 30 متر. سلمى أقنع زميلته في العمل بالتعرف عليه للمرة ليتعرف عليها للمرة الأولى في عام 2012 بالزواج منه، بعد أن تحركت سيارة إطفاء محاذي لسيارة أخرى كان يقفان عليها أثناء مهمة عمل. ليتضح بعد مغادرة الموقع أن العريس كتب لخطيبته بالخرطوم في مكان سيارة الإطفاء عبارة أتقبلين بي زوجاً لك؟ خلونا نتابع. نور، كنا عم نتفرج على الطريقة على تحت الهواء ونحن عم نشوف الفيديو، يعني فعلا يمكن التعبير عن المشاعر أوقات حتى لو أخذ طريقة غريبة بس بيضله حلو. كيف ما عبرتي عن مشاعر، هو المهم أنك تعبري. أكيد، بس في ناس كتير ما بتعبر عن مشاعرها وتخليها محفوظة. لا، التعبير عن المشاعر يمكن من أجمل الأحاسيس اللي بتعيشيها بحياتك. صح نور. خلينا هلأ ننتقل لفقرتنا التالية. بكل يوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمته، ممكن تكون هالبصمة فاصل التحول بحياتنا، فشو الأحداث يلي تركت بصمتها مثل هاليوم 16 أيار؟ خلونا نتابع. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة يغير مجرى التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1916 إبرام اتفاقية سايكس-بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة، وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1942 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأمريكية فيها. وفي عام 1964 احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. وفي مثل هذا اليوم من عام 1975 فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إيفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.
ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1845 ميتشينكوف، عالم أحياء دقيقة روسية حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1908. وفي عام 1915 ماريو موتشيليني مخرج إيطالي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1703 شارل بيرو كاتب فرنسي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. معكم سعيد. مثل ما تابعنا شخصيات كتير سجل اليوم 16 أيار تاريخ ولادتها أو حتى وفاتها. مين شخصيتنا لليوم؟ رح نتعرف على محطات من حياتها بالمادة التالية. شارل بيرو كاتب وشاعر فرنسي وضع الحجر الأساس لنوع حديث في الكتابة الأدبية سمي بالحكاية الخرافية. ولد في 12 من كانون الثاني من عام 1628 لعائلة فرنسية برجوازية تنتمي إلى طبقة الأغنياء، وكان الابن الأصغر في العائلة المتكونة من 7 أبناء. استطاع الكاتب الفرنسي الشهير الوصول إلى قلوب ملايين القراء حول العالم منذ نحو 400 سنة إثر وضعه لمجموعة حكائية كتبها من أجل المساعدة في تربية الأبناء لكي تخدم أهدافاً سامية كان يرى من الضرورة طرحها للأطفال. من أشهر مؤلفاته ذات القبعة الحمراء واللحية الزرقاء وسندريلا، وفي مخزون الكاتب العديد من القصص الخرافية التي أصبحت بالنسبة للكثيرين من حكاية التراث الشعبي. تحول الكثير من أعماله إلى الأوبرا والباليه، وألف على إثرها موسيقيون عالميون مثل تشايكوفسكي في مقطوعة الجمل النائم، وكذلك أنتجت على قصصه المسرحيات الموسيقية والأفلام التي تنوعت بين الأداء التمثيلي والرسوم المتحركة. توفي شارل بيرو في 16 من أيار من عام 1703. أما هلأ بننتقل لمساحتنا الطبية وأولى محطاتنا لليوم. مع موسم الفول الأخضر تكثر مشاهدة حالات انحلال الدم بعد تناول الفول أو ما يسمى الفوال أو الحساسية تجاه الفول. أكيد نور، رغم انتشار وشهرة هذا المرض بينقص العديد من المصابين لهلأ المعرفة الكافية عن ماهيته لهالمرض، كيفية التعايش معه، لنحكي عنه أكثر بشكل موسع معنا طبعا وعند الأطفال بالخصوص. معنا الدكتور معروف مصلي أخصائي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير يا أحلى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. شكرا. بالبداية خلينا نعرف يعني حساسية الفول أو مثل ما بنقول بالعامية الفوال شو هي؟ حقيقة الفوال مرض وراثي بشكل أساسي بينتقل عن طريق الصبغة إكس، يعني بمعنى هو بيصيب الذكور بشكل أساسي، بحالات نادرة ممكن يصيب الإناث، ممكن نحكي عن هالموضوع شوي ثانية. هالمورثة هي مسؤولة عن تصنيع أنزيم موجود ضمن الكرية الحمراء ليحافظ على غشاء الكرية الحمراء بشكل بسيط هالكلام. من أنه هالغشاء ما ينحل نتيجة تعرضه لمواد مؤكسدة موجودة بكتير من المواد الغذائية والدوائية. هالأنزيم بيحمي الكرية الحمراء، فإذا صار عنا أي خلل بهذا الأنزيم رح يصير في عنا خلل بالتالي بالحفاظ على غشاء الكرية الحمراء، وبالتالي إذا تعرضت لمواد مؤكسدة رح تنحل، رح يصير في عنا نوبة من الانحلال تختلف شدتها من الخفيف للمتوسط إلى الشديد، وهذا شيء له علاقة بقديش الخلل الشديد بيعوز هالأنزيم هذا اللي هو اسمه G6PD كاختصار لجلوكوز 6 فوسفادي هيدروجينيز. طيب دكتور خلينا نعرف بالبداية كيف ممكن الشخص ينصاب فيه، يعني هل هو من أكل كمية معينة من الفول أو مثل ما قلت هو شيء وراثي بيتم تحريضه يمكن وقت تماما الشخص يأكل؟ هو المرض وراثي بشكل أكيد مستمر مدى الحياة طبعا. اللي بيصير أنه بيتحرض نوبة الانحلال عند الشخص لما بيتعرض لمواد مؤكسدة مؤهبة لحدوث نوبة الانحلال. كل بسيط. مرض وراثي بس فينا نقول في حالات ممكن بسبب
أكل كميات كبيرة من الفول يؤدي لهيدا الشيء ولا لا؟ لا أبداً. إذا الإنسان طبيعي تركيز الأنزيم الجي 6 بي دي اللي حكينا عنه بجسمه كان بالتراكيز الطبيعية ما رح يتعرض لأي نوبة انحلال. قد ما أكل هلا قد ما اكل اوكي قد ما انا طبعا بس شو يعني بالنهايه الانسان قديش بده ياكل يعني في لا في اشخاص بيجيبوا الفول يعني بيتسلوا فيه بياكلوا فول يعني بفصفصوا بياكلوا مع الملح اشخاص ما بيصير شيء يفترض لا يصير شيء اذا كان التراكيز ضمن الطبيعي للانسان العادي ما بصير اي نوبه انحلال. طيب خلينا نعطي يمكن شويه نصائح كمان للاطفال ممكن كمان اذا كان في مرض وراثي للاطفال واكل كميات معينه ولا يختلف من الكبير والصغير. طيب خلينا نحكي شوي بتفاصيل اكثر. التظاهر الاساسي مثل ما حكينا هو نوبه الانحلال. هلا نوبه الانحلال ممكن تبدا من العمر الصغير من بمعنى طفل وليد عمره ايام صار عنده لون يرقاني شديد نتيجة نوبة انحلال شديدة اللي هي بتختلف تماما عن اليرقان الفيزيولوجي المعروف اللي هو ما بحاجة علاج. هون احنا ممكن نشك بهالحالة المرضية خاصة إذا الأم المرضع كانت أكلة بالفترة هي فول وبالتالي المواد المؤكسدة رح تنطرح مع الحليب. أو حتى في بعض الناس اللي عندهم عوز شديد بهالخميرة ممكن حتى على رائحة الفول ممكن أن يتحرض عنده نوبة انحلال. فالبيبي الصغير اللي صار عنده هيك نوبة مفاجئة وشكينا فيه ممكن من خلال تحاليل معينة أو إذا في قصة عائلية إيجابية بمعنى أحد أفراد العائلة الأخوة أو الأخوات أو بمعنى الأم أو الأب حد عنده هيك قصة فبتخلينا نتوجه لهالموضوع. بنعمل مجموعة من التحاليل اللي هي ممكن أنه تأكد التشخيص سواء أثناء النوبة وأحيانا ما بتشخص المرض أثناء النوبة وإنما ممكن نستنى ثلاثة شهور لحتى نرجع نعيد التحليل ونتأكد أنه هالطفل فعلا مصاب بعوز هالخميرة أو لا لأسباب ما لح أدخل فيها لأن هي العلاقة بالآلية المرضية اللي عم بتصير. أما عند الأشخاص الكبار بنفس المبدأ ممكن إنسان 3 سنين 4 سنين لحد 5 سنين عم يأكل فول وعم يأكل كذا مادة أخرى ما صار عنده شيء هذا الشيء اللي بيسألك عنه يعني فجأة صارت عنده نوبة فول. لوحظت حالات بعمر 40 سنة اجت نوبة الفول عند الشخص بعمر 40 سنة صار له 40 سنة بيأكل فول ما صار شيء. هلا ليش هيك صار الموضوع كتير معقد في عدة نظريات جزء منها أنه له علاقة أنه هالإنسان تركيز لأنه في عنا حقيقة 400 ميوتيشن 400 طفرة ممكن العلاقة بعوز هالخميرة تختلف عن بعضها على مستوى العالم. جزء منها ممكن يكون في عنا عوز شديد أحيانا يكون عوز خفيف لمتوسط أحيانا بيكون المشكلة على شكل أنه هالخميرة أحيانا مستواها مرتفع أحيانا مستواها منخفض وتركيزها منخفض ضمن الدم. فإذا بالصدفة الإنسان تناول الفول بالفترة اللي هي الخميرة عنده كانت منخفضة فلح تحرض له نوبة فوال. إذا أكل الفول أو المواد الأخرى اللي هي ممكن نحكي عنها هلأ اللي ممكن تحرض لنوبة الفوال أخذ هالمواد هي بالفترة اللي كان عنده تركيز الخميرة إلى حد ما بالحدود العليا بالحدود الدنيا المقبولة مو أقل من هيك فهون ممكن إنه ما يتعرض لنوبة الانحلال. هي أحد النظريات. في نظرية تانية بتقول إنه الإنسان كل ما تقدم بالعمر في مواد الكبد بصير ناضج أكثر وقادر على إنه يتخلص من المواد المؤكسدة وبالتالي ممكن هو يساعد نسبياً بإنه يحمي الجسم. ثلاثة تركيز المواد المؤكسدة أصلاً الموجودة بالفول أو بالمواد الأخرى تركيز هالمواد هي ممكن يكون أحياناً قليل أحياناً شديد. فإذا كان بالصدفة تركيز المواد المؤكسدة قليل والإنسان كان بفترة إنه الخميرة عنده تركيزها مرتفع فبالتالي أكل فول وما صار شيء وما له خبر. غالب الحالات هي نوب انحلال خفيفة أحياناً بتمرق بشكل عابر والإنسان ما بيحس عليها ولكن أحياناً وبالتالي بتظهر عند الأولاد. لما الطفل بتجي بنوبة شديدة بنحلل للأب غالباً كما حكينا أنه هو غالباً مرض ذكوري فبنكتشف أنه الأب عنده مشكلة وهو ما له خبر. طيب يعني دكتور مثل ما حكيت يعني ممكن أشخاص يكون في عندهم يتعرضوا لهي الإصابة بسن كبيرة مثل 40 سنة ومثل ما قالت 40 سنة ما يبين عليهم أنه هن ممكن ينصابوا بهذا المرض علماً أنه ممكن يكونوا هن عندهم ياوي رأسياً. طيب هل في تحليل معين أنا بقدر اكتشف أنه والله بروح مثلاً بعد ما طبعاً الولد بعد 5 أيام أسبوع كذا ممكن أعمله لحتى اكتشف أنه ابني ممكن يكون عنده هذا الشيء وراثياً مو بالضروري أنه أنا استنى لأنا أكل فول وهو ينصاب ويصير عنده أعراض واضطر أني عالج لسه كمان ما حكينا عن مرحلة العلاج. تمام حقيقة طبعاً في تحليل. هلأ في عنا نوعين من التحاليل. هلأ في شيء اسمه التحليل السكرينينج اللي هو المسح العام فينا نعمله لكل الأطفال بغض النظر عن أي شيء تاني بيعطينا مجموعة كتير كبيرة من الأمراض. جزء واحد من هالأمراض هو أنه بيكشف أنه هالبيبي عنده عوز بهالخميرة ولا لا.
الاحتمال الثاني اللي هو معايرة الخميرة بشكل دقيق، نعرف قديش تركيز هالخميرة بجسم الإنسان. عادة بنلجأ لهالموضوع لما بيكون في عنا قصة عائلية صريحة، يعني حدا من الأهل بيعرف حاله أنه هو عنده هالمشكلة المرضية، فبالتالي بنحلل هالتحليل للطفل لنعرف أنه هالبيبي الجديد اللي إجا عنده احتمال بالمستقبل يكون عنده نوبة انحلال نتيجة تعرضه للفول، أو حتى نحمي الأم نفسها المرضع من هالمادة هي، ولا هذا الطفل سليم وبالتالي هو بالمستقبل أو حتى فترة الإرضاع هو آمن وبيقدر يعني هو يعيش حياة طبيعية. فهو عبارة عن تحليل معايرة الخميرة بشكل مباشر بينطلب ومتوفر عنا الحمد الله وتحليل بسيط. دكتور كمان ذكرت في بعض يمكن الأطعمة المحرضة أو اللي بتهيئ، قلت ممكن نفصل شوي شو هي تمام. هي الأكلات اللي ممكن نبتعد عنها. أكيد لأنه الوقاية أهم بكثير من العلاج. صحيح. إحنا لما نتعرض لنوبة الانحلال ممكن نحكي هلا شو بنعمل، بس هي حقيقة نوبة مزعجة وأحيانا ممكن تكون خطرة، وبالتالي مشان هيك الوقاية دائما أفضل من العلاج. مجموعة كثير كبيرة من الأدوية وحتى مجموعة كثير كبيرة من الأطعمة بتختلف شدة تأثيرها على نوبة الانحلال. مو شرط إذا هذا الإنسان بيتأثر بهالأكل هي تحرض له نوبة، معناتها الشخص الثاني اللي مصاب بنفس المرض ممكن يتحسس عليها. فتحديد هالمواد هي كتير صعب، في عنا ليستة كتير كبيرة ما حدا حافظها كلها ولكن هي كلها مكتوبة، بس احنا من خلينا نقول ممكن نسلط الضوء على بعض منها اللي هي الأشياء. بشكل أساسي الفول، يعني مثل ما حكينا هو أصلا يعني منسوب المرض للفوال نسبة للفول اللي هو المادة المحرضة الأساسية. المواد الثانية هي غالب الخضروات مثل الجينيريك العوجه مثل هلأ هذا هالموسم هلأ بالربيع. في عندك حتى الفريز ممكن احيانا والتوت البري، هي كأطعمة بشكل اساسي. اما في عندنا شغلات تانية، هي عندك مثلا النفتالين، عندك الصبغات حتى يذكر عند بعض الناس طبعا مو كل الناس، والحنة ممكن نتعرض لهم نوبة انحلال. الأدوية كما حكينا كما في يعني لستة كتير كبيرة، عادة بننصح لنا أي إنسان مشخص له هالمرض يخبر طبيبه أنه قبل ما يوصف أي دواء أنه هالدواء ممكن يحرض له نوبة أو لا. بشكل أساسي نحن بنحكي بمركبات السلفا مثل الباكتريم اللي هو بيحوي سلفاميثوكسازول اللي هو مادة أساسية لتحريض النوبة. عندك عادة مطهرات الهضمية وطهيرات معوية مثل النيتروفرانتوئين والفورازوليدون. من أدوية الصرع عندك الفينوتوئين ولست كتير كبيرة، عندك السيبروفلوكساسين. بتصور هاي الأسماء هي حتكون شوي سمعة تقيل على المستمعين ما لح يعرفوا شو هالأدوية، فنخليها للطبيب. ولكن هي يعني أهم الأدوية اللي هي لها خطر كتير كبير أنه تحرض نوبة انحلال عند الإنسان. طيب إذا دخلنا هلأ بمرحلة العلاج بعد ما تم طبعا، حتى يمكن مثل ما قلت لو شخص يعني بيعرف أنه ممكن ينصاب، أوقات ممكن يخربط بشي معين، يأكل أكلة ما ينتبه عليها، أو يأخذ دواء وينسى يستشار طبيب إذا هو بيعمل له انحلال بالدم أو لا، فشو ممكن يكون؟ تمام. هلأ غالب الحالات رح يصير في عنا نوبة من انحلال الدم اللي بتكون خفيفة لمتوسطة، وهون العلاج بيكون فقط عبارة عن مراقبة تركيز خضاب الدم إنه ما ينزل كتير، يعني ما ينزل تحت 8 خلينا نقول تقريبا، مع تعويض الإماهة الجيدة. بيهمنا كتير إحنا إنه الشخص المصاب يأخذ كمية كتير كبيرة من السوائل. ليش؟ لأنه الكرية الدم الحمراء لما بتنحل في مادة خضاب الدم اللي هي بروتين جزيء كبير رح ينطرح ضمن الوعاء رح يوصل للجهاز البولي للكلية، هون ممكن يعمل لي أنا انسداد ضمن الأغنية البولية، بالتالي الإماهة والسوائل الجيدة لحتى تمنع حدوث حالة من القصور الكلوي هون. إذا كانت نوبة الانحلال شديدة جدا وصار في عنا فقد الخضاب نزل كثير، ممكن نزل للستة للخمسة أحيانا، العلاج الأساسي هون طبعا هون بحاجة استشفاء طبعا دخول للمشفى يعني، وأنه الإنسان ينقل دم بكميات وتراكيز مدروسة حسب وزنه إذا كان طفل لحتى نعوض هالدم اللي ينحل. بالإضافة مثل ما حكينا لمراقبة الحالة العامة لأنه ممكن يتحول لصدمة، هذا الشيء الثاني لا سمح الله. طيب دكتور كمان ذكرت نقطة مهمة أنه هيدا المرض ذكوري. نعم. ليه ذكوري؟ ذكوري لأنه هو الذكر بيحمل الصبغة XY والأنثى هي XX، هذا المورث المسؤول عن عوز هالخميرة محمولة على الصبغة X، فبما أنه الذكر عنده إكس وحدة بمورثاته فبالتالي مجرد وجود هالطفرة هي على الصبغة إكس تبع الذكر فهو سيصاب حتما مهيأ أكثر. في حين الأنثى إذا كان عندها إكس سليمة والإكس الثانية هي المصابة فالإكس السليمة هي اللي بتحميها، مدافعة تماما، يعني بمعنى تركيز العوز اللي عندها بيكون كتير زهيد وبالتالي ما بيتظاهر، ولكن الخطر أنه هي تنقل الصفة المورثية لأبناء الذكور. يعني المناعة عند الأنثى بتكون أقوى من عند الرجل. ما له علاقة جهاز مناعي، لا ما له علاقة. عم تقول لأنه الإكس بتدافع
دافع فنوعا ما المناعة لأنه في إكس سليمة. الإكس السليمة حتحرض إنتاج هالخميرة بتراكيز مقبولة تحمي العوز البسيط اللي هو ظهر عنده واللي هو بيصير بيمرق بشكل سليم وهي ما صار عنده أي نوبة انحلال. ولكن الصبغي إكس المصاب إذا انتقل لأحد أبناء الذكور فهو سيصاب قطعا، أو إذا لأحد أبناء يعني بناتها رح تكون البنت حاملة للمرض وبالتالي البنت ممكن تنقله للأحفاد. الحالة الوحيدة اللي ممكن أنه أنثى أنه تصاب بحالة فوال إذا كان الصبغيين إكس مصابين، وهذا للأسف شائع نادر بمجتمعاتنا بسبب زواج الأقارب بكثرة. فبالتالي احتمالية أنه إصابة الأنثى أن يكون الأب مصاب أو حامل للمورثة والأم حامل للمورثة وهن ما لهم خبر، وبالتالي ممكن تجي الأنثى بنتهم مصابة. هذا الشيء للأسف عم نشوفه بالواقع العملي. طيب دكتور، يعني الموضوع هذا يمكن كتير مهم، ومثل ما حكينا بالبداية في كتير ناس ما تعطي الأهمية اللازمة له، سواء معرفة السبب لا وصولا لرحلة العلاج. شو أهم نصيحة بتحب توصلها لليوم أو مجموعة نصائح لكل اللي عم يتابعونا؟ النصيحة الأساسية للأسف أنا هي كمان أنا يعني باخذها من واقعنا، أنه في ناس تعرضت لنوبة فوال وتم تشخيص الحالة المرضية عند أبنائهم، للأسف يرجعوا بيكرروا نفس الحالة بحجة أنه أنا ما بفني أحرم ابني من هالمادة الغذائية أو المواد الغذائية الأخرى مثل البازيلا حتى كمان سينا قبل شوي نحكيها ممكن أنه تحرض هالنوبة، أنه أي بكل بساطة بروح المشفى باخد دم. هذا كلام كتير خطر لأنه ممكن أحيانا تيجي نوبة انحلال شديدة جدا تعرض الطفل لأنه يدخل العناية المشددة، ممكن تعمل إصابة قلبية كتير كبيرة، ممكن تسبب نوبة من قصور الكلوي، بالإضافة لمخاطر نقل الدم نفسه. يعني أحيانا الإنسان لسبب ما أثناء نقل الدم بيصير نوع من التحسس على المنتج الدموي اللي إحنا عم ننقله، وبالتالي يتعرض لصدمة طاقية. في مخاطر كتير كبيرة الإنسان بيتعرض لها. بعرف إنه هو الحالة مزعجة بس بالنهاية هذا مرض موجود ونحن لازم نتكيف معه ونتجنب المواد اللي احنا بنعرف انه هي ممكن تحرض نوبة الفوال مدى الحياة. احيانا بنسمع من الناس انه احنا بكبر بتروح الحالة، لا للأسف انه هي شيء يعني بمورساتي موجود وبالتالي قبل ما كنا نسمع عنه بهذا الشكل الكبير. قديش في فرق بانتشار هي الحالة اليوم؟ أول تشخيص للحالة كان سنة 1956 تم تشخيص المرض، أصلاً هو المرض قديم بس ما كان يعرف شو هذا المرض، فتم تشخيصه سنة 1956 ومن بعد منها بلش الدراسات عليه وبلش يكتشفوا شو هي المواد اللي ممكن أنه تحرض نوبة الانحلال. كان في كتير أمراض الإنسان يتعرض لأمراض ما يعرف شو سببها، بيقول لك أنه جاء أبو صفار مثلاً من زمان ما يعرف شو هذا. ما هي نوبة الانحلال رح تتظاهر على شكل انه نوع من التعب العام، الالام الهيكليه، وبصير في عنا نوع من الاصفرار. في ناس بتفكر انه حاله من التهاب الكبد انه صار عنده صفار، حقيقه لا، هو ما هو التهاب كبد، هو حاله من الانحلال الدم اللي ادت الى انتاج كميات كتير كبيره من ماده صفراويه للبيلوروبين واللي تظاهرت على شكل صفار بالوجه واغميقاق كتير شديد بلون البول. فالتشخيص ما له مشكله، انه المشكله انه ما كان يعرف يشخصه، مشان هيك ما كنا نسمع عنه كثير. يعني دكتور نصائح متعددة اليوم وجهتها لنا، ونتمنى كل يكون استفاد منها أكيد، ودائما حتى لو حرموا أولادهم من أكله لحتى يفيدوهم هو هذا الأفضل، أكيد في تعويض غذائي بيكون. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، وبتمنى الصحة والسعادة والسلام لكل أبنائنا. شكرا لك. لكم شكرا لك الدكتور معروف مصلي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، حالة ولادة نادرة حصلت في أحد المشافي الخاصة بمدينة حلب، ولادة امرأة لتوأم سيامي عبر عملية قيصرية جراحية. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا في حلب وليد هناي. ولادة توأم سيامي ملتصق في ناحية الصدر بجسد واحد ورأسين في إحدى المشافي بمدينة حلب، وذلك عبر ولادة امرأة من عائلة جمعة لتوأم سيامي عبر عمل جراحي، وتم نقل التوأم إلى مشفى حلب الجامعي لاستكمال علاجهما. راجعتنا المريضة بحالة مخاض حمل توأمي، المريضة ما يمرق بحملة عند حدا، حالة مهملة، مشفى في حالة مخاض، صورناها شكينا انه في مشكلة بالجنين، دخلناها على العملية بشكل اسعافي واكتشفنا انه الحامل بحمل توأم سيامي ملتصق ناحية الصدر والبطن. هلا هي الحالة حالات كتير نادرة، يعني هي 1 من 50 ل 100 ألف حالة بتتكرر، نص الحالات بتموت بالمرحلة الجنينية و25% من الحالات بس بتولد و25% بس بتعيش بعد ما تولد. حاليا عمرهم يومين، اجوا اول امبارحه بعد الظهر من مشفى خاص تم توليدهم بالقيصريه على تمام الحمل، اجوا على الاسعاف مباشره، استقبلناهم قسم الحواضن، كان عندهم زله تنفسيه وضع الاكسجين مباشره، وتم بعض فحصهم بشكل متاني، تبين انه هدول توأم سيامي
التحام من ناحية البطن، التحام مع وجود طرفين علويين مستقلين وطرف علوي من طرفين ملتصقين وطرفين سفليين فقط. أعضاء التناسلية واحدة، طبعاً التوأم ذكر، تم إجراء إيكو لمعرفة الأحشاء، وجود عدة أحشاء، تبين وجود كليتين، مثانة واحدة وكبد واحد. من ناحية الإيكو القلب تبين وجود قلب وحيد. تعد هذه الحالة نادرة وتحدث بنسبة 1 من كل 100,000 حالة ولادة، وإنه من الممكن أن يعيش التوأم حياة طبيعية في حال كانت العناية فائقة، ومن الممكن أن تجرى عملية الفصل لكنها تعد مكلفة وخطيرة. أجانا التوأم ونحن مثل ما بتعرفوا نحن هون مناوباتنا 24 ساعة، فمنتم نراقب الأطفال، منراقب معدل إشباع الأكسجين بالدم، منراقب الحالة العامة سريريا، النبض، حيوية الطفل. راقبنا بالخامس وبالسادس وبالسابع، ورجعنا كملنا يعني المعالجة، الدكتور وعند دكتورة وروح وكذا، طبيعي كل شيء. قلنا الصور صورة ملونة كمان طبيعي عم تطلع معهم، عم بيجي كل شيء طبيعي. أي وهذا اللي صار وأمر الله. هذا توم إني نحن توم بعملية أنصرية، عملية خاصة. نعم. ولما أجوا هيك أحكي لي شو؟ والله أجوا هيك فاجأنا يعني، نحن طبعا زعجنا، قال لك ما زعجنا، بس أمر الله يعني تلاقينا شيء من الله تعالى نحن ومؤمنين فيه. يذكر أن آخر حالة ولادة وتوأم سيامي كانت منذ 10 سنوات في مدينة حلب، وتوفي التوأم بسبب تشوهات خلقية. يعني نور أكيد نتمنى لهم الصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. نعرف هاي الحالات من التوأم هي حالات كتير صعب أنها تستمر بالحياة، إن شاء الله يا رب يكتب لهم حياة طويلة إن شاء رب. الله يا رب. هنروح لجولة جديدة على مجموعة من الأخبار الثقافية، والبداية من دمشق، حيث شهد مسرح دار الأسد للثقافة والفنون أمسية موسيقية كلاسيكية للفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان ومشاركة عازف البيانو قيس الصفدي. كاميرا الإخبارية سورية توجدت ورصدت لنا الأجواء التالية بالمادة، خلينا نتابع.
سلمى، بنبقى بدمشق حيث تم افتتاح النصب التذكاري ورفع علم الجمهورية العربية السورية من قبل عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية في كنيسة مار الياس في الدويلعة. زميلتنا سالي شار تواجدت بالمكان ورصدتنا الأجواء، خلونا نتابعها بالمادة التالية. اليوم شهداء سوريا يروون بدمائهم الطاهرة الزكية تراب هذا الوطن الغالي في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. نحن اليوم نحتفل بعيد الشهداء، وفي هذا الاحتفال تمجيد لمعاني البطولة والتضحية والفداء وتخليد للصور الناصعة التي سطرها أبطال الجيش العربي السوري لنحيا جميعا بعزة وكرامة وإباء. مهما حاولنا أن نتحدث في محراب الشهادة والاستشهاد، ومهما حاول فلاسفة اللغة وعلماؤها، ومهما أقمنا من مهرجات وندوات وكلمات وخطابات، كل هذا لا يعادل قطرة دم واحدة أريقت من أجل عزة وكرامة هذا الوطن وقدسية ترابه. الشهيد هو ذلك الرجل العظيم، الشهيد هو ذلك الرجل العظيم الذي عاهد فوفى، ناداه الوطن فلبى، قاتل فاستبسل، قارع العدو فأبدع، وفاضت روحه من أجل قدسيتي وعزة أمته وكرامتي. هاي الفعالية بتضم شهداء المنطقة عنا كلنا، يعني نحن كنا أصحابين مبادرة بهذا الموضوع، مو بتضم شهداءنا كدفاع وطني لحالنا، لا، أبناء منطقتنا الشهداء من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والمدنية ضحايا قذائف الهاون. مثل ما بتعرف في منطقتنا كانت منطقة صخ، وكنا نتعرض يوميا لعشرات قذائف الإرهاب. فهي الفعالية أدنى شيء وأقل شيء ممكن نعمله تجاه ذوي الشهداء، وما في شيء بضل أولى أنا على طول، يعني ما في شيء بضاهي تضحيات الشهداء، وما في حدا له منية على الشهداء، وشو ما قدمنا ما منوازي ربع تضحيات الشهداء، والله يرحم شهدائنا الأجمعين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أولادنا. أختم دعائي: اللهم إنا نستودع عندك الشام وأهله، نستودع عندك أبناءنا وأموالنا وأهلنا. يا رب ارحم، لكي يرتب الرب لنا نفوسهم حيث الصديقون يستريحون، فلنسأل لهم رحمات الله وملكوت السماوات وغفران خطاياهم، والسكنى في جوار المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا، إلى الرب نطلب. الله يرحم جميع الشهداء كلهم، الله يرحم، رحمة الله عليهم. ونحن بدنا هالبلد تقوم تنتصر، وشعبه يكون عايش بأمان وباستقرار. الله يرحم جميع شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، ونحن هيك حسينا بالنصر أول بأول، ونتمنى سوريا تنتصر وقائد سوريا ينتصر، وتراب سوريا ودر التراب من سوريا بتسوى العالم كله، وهو سوريا النظيف اللي ما بنستغني عنه مهما صار، ومنقدم كبار وصغار، نحن كلنا فدا سوريا وفدا الوطن. الله يرحم شبابنا ويرحم شباب الجيش العربي السوري.
نور من دمشق إلى حلب، وختام جولتنا الثقافية لليوم من معرض ربيع حلب الذي افتتح بعد غياب دام 7 سنوات ضمن مشاركة أكثر من 39 عملا فنيا تنوع ما بين البورتري والتصوير الزيتي، إضافة إلى المنحوتات الخشبية لتعكس الأعمال الفنية المعروضة الطبيعة والريف الحلبي. تفاصيل أوفى بالمادة التالية. محطتنا الأخيرة لليوم سلمى مع العالم الأجمل، عالم الطفولة ومبادرة بيت الفرح المشاركة ببرنامج الملكة واللي بيهدف لتقديم الدعم لشريحة كبيرة من أطفال سوريا. لنحكي أكثر عن هالمبادرة بصباحنا غير معنا الإعلامية ريما خربيط صاحبة الفكرة والمبادرة بيت الفرح. أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، وأنا كتير سعيدة بوجودي معكم على هي الشاشة اللي بحبها انا شخصيا كثير. يسعد صباحك، ونحن كمان سعيدين انك تكوني متواجده معنا. وكل مره ريما بيكون عم يكبر هالمشروع وعم يكبر كمان مشاريع اخرى انت عم تشتغلي فيها. اليوم رح نحكي عن بيت الفرح وفوزك طبعا من ضمن كل السوريين اللي شاركوا ببرنامج الملكي. تفضل. نحن قدمنا تقريبا ببرنامج الملكي يعني بحدود يمكن 50 فتاة عن سوريا، ورقم كبير من الوطن العربي، حوالي يعني 136,000. مرينا بعدة مراحل من العمل الميداني يعني، وطولنا شوي من سنة ونص لهلا، لأنه كانت يعني هي مبادرة مجتمعية، والمبادرة المجتمعية بعازل حتى تكون على أرض الواقع، حتى يكون تقييمها أشمل، حتى تكون أوضح، حتى يعني تعمل تغيير إيجابي فعال بالمجتمع، حتى يقدروا المسؤولين عن البرنامج يقيموا هي المبادرة ويحطوا الخطوط العريضة لحتى يختاروا الأشخاص اللي راح تمثل كل واحدة منهم بلدها. طبعا هي فقط برنامج الملكي هي لتسليط الضوء على المرأة العربية وقدرة الفتاة العربية على إحداث التغيير الإيجابي بمجتمعها، على أنه تكون هي امرأة هادفة بالمجتمع، ما هي فقط الفتاة للمكياج وعرض الأزياء والإعلام وما شابه، ولكن في عندها كثير أهداف بالحياة هن يسلطوا الضوء على هذه الشغلة المهمة من حياة الفتاة، وحاولوا أنه يظهروا المرأة بهي الصورة الجميلة بالمجتمع، المرأة الهادفة وصاحبة المشروع، المرأة الهادفة وصاحبة المشروع وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي بالبرنامج. حضرتك يعني خير ممثل لهيدا الشيء كان حضرتك بالبرنامج، خصوصا بعد فوزك كسورية بهيدا المشروع. خلينا نحكي عن مبادرة بيت الفرح، شو هي، كيف بلشت؟ هي بتهدف يمكن للعالم الأجمل واللي هو الأكثر تضررا اليوم بسبب الحرب اللي عم نعيشها. مبادرة بيت الفرح بلشت من السنة الماضية بشباط 2017 طبعا. أكيد الهدف هو مثل ما ذكرت حضرتك إخراج هؤلاء الأطفال من الشقاء إلى السعادة. بلشت تحت هدف بيت الفرح، أطفال من الشقاء إلى السعادة، لزرع البسمة والفرح على وجوه الأطفال، أطفالنا بسوريا اللي هني هلأ بأمس الحاجة حتى نعيد البسمة على وشهم، حتى نعيد بناء نفسياتهم، حتى نعيد تأهيلهم من جديد. طبعا في أطفال تضررت كتير، في أطفال لا. نحن حاولنا بهي المبادرة كمان أنه نعرف الشرائح المستهدفة. توجهنا لكل الشرائح، من أطفال عاديين، أطفال معاقين، أطفال
يعني عندهم مواهب معينة، أطفال يتامى، وبالتالي كل حدا منهم نحن سوينا لهم مجموعة من أيام الفرح ومشاريع خاصة متعلقة فيهم. سويت لحد هلأ 42 يوم فرح. من خلال هذا اليوم كنا نعمل دعم نفسي، نشاطات معينة للأطفال، active learning، يعني نعيش معهم هيك جو من المرح والسعادة ساعتين ثلاثة، وبعدين بآخر اليوم نوزع هدايا وألعاب للأطفال، وهيك نكون قضينا معهم يوم حلو. بس هذا يعتبر خدمة مجتمع، يعني أي حدا فينا هو واجبه أنه يقدم هيك، هو واجبه أنه يبادر ويعمل مبادرة مجتمعية يفيد الطرف الآخر بمجتمعه. ولكن موضوع أنك أنت تساهمي بشيء هو مستدام، يعني نعمل مشاريع هي عبارة عن تنمية مستدامة لأهالي هؤلاء الأطفال حتى يقدروا أنه يعيشوا أطفالهم عيشة صح. مثل ما ذكرت لك اليوم راح وخلص، بس أنا بدي أنه هي السعادة وهذا الفرح يضل مستمر. مستمر، وهي نقطة كتير مهمة، لأنه كتير بنشوف من المشاريع اللي هي بتوقف عند انتهاء مثلاً هيدا المشروع. إيه يعني لا، الاستمرارية هي نقطة كتير مهمة بجميع إحنا المشاريع. كان هدفنا أنه تكون عندنا هي الاستمرارية والاستدامة، لهيك يعني من خلال أيام الفرح قدرنا نرصد شوي من حالات الأطفال اللي عندهم حالات فقر شديد أو حالات إعاقة شديدة. حاولنا أنه نساعد أهليهم حتى يأمنوا لأطفالهم عيشة صح، وبهي الطريقة فكرنا بشيء اسمه هون بقى يعني نحن نسميه خدمة المسؤولية المجتمعية، اللي هي عبارة عن أنه تعملي أنت شيء يضل مستدام ومستمر. عملنا 30 مشروع صغير، هي عبارة عن محلات صغيرة يعني لأهل الأطفال حتى يقدروا يعيشوا أطفالهم عيشة صح. نحن واجبنا أنه كنا نحن نفتح هذا المحل، نستأجر المحل مدة 3 شهور أو سنة، ونحط فيه بضاعة معينة لهذا الشخص، وهو بقى واجبه أنه يدور الربح ويستمر بهذا المشروع. نحن هيك أسسنا له فرصة عمل بسيطة لإله، إذا بنعتبره هذا المشروع يمكن من المشاريع المتناهية في الصغر، ولكن هو عبارة عن مشروع أمن له دخل، أمن له خطوة طبعا يعني هو أول طريق على سلم العمل مثل ما بيقولوا. وفي بعض العائلات خلال توزيعنا لوجبات الرمضانية السنة الماضية بحملة الإفطار الرمضاني، في كثير من الاشخاص تعففوا انه ما بدهم ياخذوا وجبه اكل، لا هن بدهم يشتغلوا، يعني هن اللي طلبوا انه نحن بدنا نشتغل، نحن قادرين انه نشتغل، يمكن صاروا يساهموا معكم، وصاروا يساهموا كمان معنا بالمطبخ، وبدهم هن يعني يكونوا فعالين باي طريقه. كمان بعض من هي الاشخاص حاولنا كمان انه نامن لهم هي الفرص، ومن خلال المبادره كمان سويت فيلمين كرتون، هن عباره عن افلام كرتونيه بسيطه يعني بتحكي عن واقع الاطفال اللي وصلنا له هلأ خلال الحرب على سوريا. وكمان مثل ما ذكرت لكم عم نعمل برلمان الأطفال اللي هو طبعا تفاصيله كتير عديدة، ولكن هو حيكون إن شاء الله برلمان فعال بسوريا، يقدروا الأطفال من خلاله أنه يعبروا عن أفكارهم، يعبروا عن حاجياتهم، يقدروا ونحن معهم انه نعيد التوازن هذا الأهم للاطفال. يمكن ريما هو المشاركه الفعاله، يعني من خلال كل مبادره بيت الفرح اللي قمت فيها من البدايه لهلا كان انه يكون فيه هو عنصر المشاركه من الشخص المستفيد نفسه، سواء الطفل او اهله، لحتى طبعاً يترسخ مبدا المسؤوليه الاجتماعيه بشكل واضح. طبعا الحمد لله كان في استجابه كبيره كثير كثير من الوسط، من الأشخاص المستفيدين من هي المشاريع، من الأطفال اللي إحنا عم نتفاعل معهم. يعني أنا دائما بتذكر الكلام اللي بتوجه لنا خلال فعالياتنا أنه يمكن في أطفال كتير قليل أنه يضحكوا، خاصة الأطفال اللي عندهم نوع من القدرات الخاصة أنا بسميهم أو الاحتياجات الخاصة، أنه يعني أنا ابني اليوم ما كان يضحك، بس يعني بوجودكم أنتم معه يعني صار يضحك، رجعتوا له الفرحه، رجعتوا له البسمه. المبادره هو اتجاه لجميع الشرائح الاطفال، لجميع يعني الشرائح، لكل الفئات، لكل الاطفال بسوريا. وكانت مبادرتنا الحمد لله هي باغلب المناطق السوريه، يعني توجهنا على عده محافظات سوريه. هلا كمان عندنا ان شاء الله بكره كل عام وانتم بخير رمضان، وحمله بخير الافطار الرمضاني اللي كمان من خلالها نحن حنوزع وجبات طعام للفقراء، ونخص من خلالهم كمان الأطفال اليتامى وذوي الاحتياجات طبعاً. يعني إن شاء الله أنه نحن نكون
قادرين انه من خلال هاي المبادره اللي كل شوي عم تتفرع عنا مبادرات. يعني انا بحس انه الحلاوه يعني من خلال تقييمنا انا والفريق فريق مراعي عم تظهر مشاريع انه يعني نحن بلشنا بفكره صغيره بقدرات بشريه صغيره بقدرات اقتصاديه بسيطه جدا، ولكن تفرعت عن هي المبادرات عن مبادرات عدي. يعني سوينا باص الفرح كمان براس السنه وجبنا بابا نويل وحطيناهم حطيناه بفان وفتلنا بالشوارع هيك، وصرنا نوزع هيك للاولاد هدايا. في اطفال كثير منهم هن يمكن يحلموا انه يشوفوا بابا نويل، فيمكن نحن حققنا لهم هذا الحلم كمان وعملنا جو هيك من الفرحه وشاركنا الناس اعياد الميلاد وراس السنه. كمان عملنا حملة دفع وعفا وزعنا من خلالها طبعا الحاجيات المازوت والغاز وإلى آخره. وحملة الإفطار الرمضاني كمان كانت من الشغلات المتفرعة عن بيت الفرح، وكمان حملات عيدك علينا كمان نحن من خلالها منوزع للأطفال ثياب العيد وحاجيات العيد طبعا. أكيد يمكن ريما كمان تواجدك ضمن برنامج الملكة إضافة إلى أنه هو مسؤولية عليك، هو كمان لازم يكون في شيء مميز ضمن مبادرتك حتى تستمر. يعني نحن عم نشوف كتير مبادرات حاليا بالشارع السوري ما أنا موجودة وما أنا مشاركة أو مأطرة بأي برنامج مثل برنامج الملكة. تواجدك شو رح يقدم لك، شو رح يقدم للمبادرة، وبنفس الوقت المبادرة شو رح تقدم لأطفال سوريا؟ هلا المبادرة مثل ما ذكرت لحضرتك شو قدمت لأطفال سوريا، قدمت يمكن كتير شغلات مثل ما ذكرت لك، هي دعم نفسي معنوي يمكن ساهمنا شوي بتغيير حياة بعض الأشخاص حتى ولو إنه ببسمة بغض النظر عن المشاريع اللي قدمناها. هلا كمان نحن عم نسعى إن شاء الله لنساوي مشروعين هني بيت الموني والخياطة كمان لأهالي الأطفال لحتى مشاريع كمان يقدروا مشاريع مستدامة يقدروا يعيشوا أطفالهم عيشة صح. بس شو قدم لي برنامج الملكي لإلي أنا كشخص؟ قدم لي إني أنا أكون أحس بحالي إنه أنا شخص موجود عن جد فعال المجتمع فعال، عندي أهداف هي الأهداف هي موجودة قبل، وأنا عندي مبادرات قبل برنامج الملكي، ولكن وجودي ببرنامج الملكي وهذا الضخ الإعلامي الكبير. البرنامج يعرض على 51 قناة، من أهم الأشخاص اللي قائمين على هذا البرنامج الدكتور مصطفى سلامة، الدكتورة رحاب زين الدين، أسماء معروفة جدا بالوسط الإعلامي، ودكتورة رحاب سفيرة المرأة العربية. بيعطيكي مسؤولية كتير كبيرة انك انت تثبتي وجودك اكتر، انك انت تقدمي اكتر، انه انت بكرة حتكوني ممثلة لبلدك على شاشات عدة، لازم تكوني حدا بيستاهل هذا التمثيل، لازم تكوني عم تشتغلي بطريقة احترافية اكتر. لما بتساوي مبادرة ما في عليها اعلام، ما في تسليط ضوء كتير كبير، انه عادي انا قدمت الهدف اللي انا بدي اياه، بس هون في اهداف كتير كبيره. هدفنا لسه انه نحن بدنا نكون على مستوى عربي، تتعمم هي المبادره من خلال برنامج الملكي كمان على كل الوطن العربي. يعني انا هلا بحلم انه انا تكون مبادرتي لكل اطفال الوطن العربي واطفال العالم، لانه اغلب البلاد العربيه اليوم عم تعيش طبعا حروب، عم تعيش نفس المتضرر الاكبر هو الطفل، وهذا الطفل هو اللي نحن رح نبني عليه المستقبل، اللي نحن عم نحلم انه هذا الطفل يعيد الشيء اللي تحطم من سوريا، يعيد بناء حتى نفسياتنا نحن. يعني يمكن نحن هلا شباب وبعد هيك كم سنه مصير ختايره، بس هني الاطفال هلا هني الاطفال اللي بعد كم سنه حيكونوا هني الشباب اللي رح يبنوا اكيد سوريا من جديد. وان شاء الله يا رب يعني نقدر نحن نساهم شوي باعاده بناء النفسيات، باعاده بناء ثقه الطفل بنفسه، بإبعاده عن هي الفترة اللي مرق فيها. أكيد إن شاء الله يا رب. بدنا نتمنى لك التوفيق بكل مشاريعك القادمة ريما خربيط، وبيت الفرح إن شاء الله بيكبر أكثر وأكثر، ورح نحكي إن شاء الله ونستضيفك بالحلقات القادمة عن برلمان الأطفال، هيدا كتير مهم عم تقوموا فيه إن شاء الله. حاليا شكرا كتير لك. شكرا كتير لكم، أنا سعيدة كتير بوجودي معكم. شكرا لك، مر الوقت بسرعة. شكرا لك. وأكيد قلنا كمان مثل ما قالت نور رح نحكي أكثر بتفاصيل عن المشروع بس يبلش ونحصد سواسي.
ميرسي مارو، شكرا لك. ان شاء الله. شكرا لكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك نور. لهون حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها، نحن رح نبقى معكم على الموعد كل يوم الساعه 9 صباحا، فخليكم معنا. تغطيات الاخباريه السوريه لابرز الاحداث مستمره على مدار الساعه، لا تبقوا باجواء كل شيء جديد، خلوكم برفقتنا. كل التحيه لرجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب وين ما كنتوا متواجدين، وصباحكم دائما عز ونصر، ونهارك سعيد نور. نهارك سعيد سلمى. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام مشاهدينا، واكيد ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا في رجال الجيش العربي السوري. اكيد لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه، ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا بانه تبقوا بالف خير، الى اللقاء، باي باي.